جات لكم نعاس شوية. استفدتوا شوية من المنتجات والتغذية والعلاقة العامة في الصحة ديالي. استفدتوا شوية؟ مزيان. دخلوا شوية الفلوس. الصحة فوق الراس مزيانة هي الأولى في الحياة ديالي. فالصحة كيف ما قلنا الصحة هي أول حاجة. كي مشات الصحة يمشي كل شيء. فكاين جوج حوايج، إذا عندك الصحة وما عندكش الفلوس، ممكن بالصحة ديالك تجي الفلوس. ولكن إذا كان العكس، عندك الفلوس وما عندك الصحة، واش تقدر ترجع الصحة ديالك؟ صعيب. والحمد لله الشركة اللي جامعة بجوج، جامعة الصحة وجامعة الفلوس. ونتمنى تكونوا استفدتوا من الأخ حافظ، المنتجات وعلى الصحة، دونك نقدروا نشوفوا شوية الفلوس وعلاش هاد المنتجات وهاد الشركة اللي عاملين هاد المعجزات من هاد المنتجات، واش نقدروا نديروا بهم واحد البيزنس صغير ونطوروا بهم واحد المقاولة ديالنا، مزيان؟ فالشركة كيف ما كتشوفوا اللوغو ديالها معروف عالميا دي اكس ان داكسن. فاش دخلت المغرب داكسن موروكو وهو عالم الصحة والثراء والسعادة. فديم سيوجين اللي مؤسس هذه الشركة صنف ثلاثة ديال المصطلحات مهمة. الصحة هي الأولى، عدم الشراء، ومن وراها كتجي السعادة. بالنسبة لمؤسس الشركة دكتور ديم سيوجين، فهو مصنف من درجة عالم، واللي عطاوه وسام تقريبا غير 2019 عاود خدا وسام رقم ثلاثة ليه، وسام درجة عالم، اعطى عليه السلطان ديال ماليزيا. فباش تشوفوا الدكتور اللي تبارك الله عنده بزاف ديال الشهادات عالمية، وحياته كاملة هو كيدرس في هاد التداول كانوغيرما، وكيبحث لينا وكيجيب لينا منتجات اللي هي صحية، ومازال كيقرا ومازال كيتعلم ومازال كيعطي بزاف هاد الشركة هذه. فعنده شهادة من درجة بروفيسور في المنظمة العالمية للصحة، عنده الدكتوراة في الفلسفة في نفس الجامعة ديال الهند ديال طب بالي، عنده دكتوراة في العلوم في الجامعة ديال الهند ديال طب بالي كذلك، وعنده وسام من درجة عالي، وعنده جائزة أحسن فيزيائي في الجامعة الكندية لطب بالي. فهادو خديت غير بعض النقاط من بزاف ديال الشواهد اللي عنده، وبزاف ديال الألقاب اللي عنده، وبزاف ديال التشويجات اللي حصل عليها في الحياة ديالو. بالنسبة للشركة تأسست في 1993، بغيت نسولكم حتى دابا الشركة شحال تقريبا من سنة كملت؟ 27 سنة، طالعة 27 سنة، نظركم هاد المنتجات اللي شفتو دابا قبل، وهاد السنوات كاملة ولا كتبيعت هاد المنتجات، شنو السؤال اللي غيجي في بالكم؟ السؤال الوحيد اللي غيجي في بالكم هاد الأمر اللي عند الشركة كاملة وعندها هاد المنتجات، بأن الشركة ناجحة في الحياة ديالها وغادة، وحتى المنتجات ديالها جودة عالية، لأن المبيعات ديالها السنوية في شركة فرد في العام اللي حققت أكثر من بليون دولار، أكثر من بليون، 1.25 بليون فاصلة 25 مليار ديال الدولار في العام، هذا الشيفر دافير ديالها. فهذا نجاح كبير للشركة. بطبيعة الحال داخلة أكثر من 180 دولة. كنت نقولوا 180 دولة، كاين الدول الفقيرة والدول الغنية والدول اللي عندهم الحرب والدول اللي عندهم المشاكل بدون استثناء. حيت كتبقى بعض الشركات اللي ما تقدرش تدخل لشي دولة فيها الحرب، ما تقدرش تدخل لشي دولة فقيرة. الشركة لأن هذا السيد هذا عنده رسالة في الحياة، ديم سيوجين عنده رسالة في الحياة، وهو يوصل الصحة للعالم كامل. الشركة الحمد لله عندها أكثر من 200 منتج، وغادة في كل مرة كنشوفوا معاها منتجات جديدة. عندها حاليا أكثر من 9 ديال المقاولين، 9 مليون ديال الموزعين اللي خدامين مع الشركة. واش تبغيو تكونوا موزعين معاها؟ مرحبا بكم. بالنسبة للشركة، فهذا هو المكان أو المزرعة، فعندها بزاف ديال المزارع في بلدان مختلفة، ولكن هذه هي المزرعة الأولى اللي عندها في ماليزيا. فكيف ما كتشوفوا بعض الصور ديال المزارع ديالها والبلاصة فين كيصنعوا، شنو بان لكم هنايا؟ واش غادي تقارنوا هذا المصنع مع المصانع اللي عندنا في المغرب؟
هذا غير مقارنة خفيفة. واش عملتم؟ دخلتوا لشي مصنع في المغرب لشي شركة كبيرة في المغرب، واش عملتم؟ شفتوا من الداخل ديالو؟ كاين اللي شافو خدمة ما يقدرش يدوي. الحمد لله الشركة كيف ما كتشوفوا معها أطباء خاصين بها، ما كيخرجش المنتوج إلا وحتى كيعرفوا ما عندو أدنى شك وخطورة على الصحة ديال الناس. زائد الناس ما كتخدم كتدرك وجهها كتدرك شعرها وحتى يديهم كيضربوهم باش غير كيشدو ستيلو. بالنسبة لكيف ما كتشوفو الشركة الحمد لله من تنقولو 180 دولة عندها فروع في العالم كامل، في البيرو، في الهند، عندها في باكستان، عندها في جميع الدول. في 180 دولة كيف ما كتشوفو غير لي سياج ديالها تبارك الله كبار، يعني كتعطي واحد الرسالة واحد الدلالة بأن الشركة غادي تدخل لهاد الدولة إلا وغادي دير واحد الطريقة اللي هي كبيرة بزاف إلا وغادي يستافدو منها الناس مستقبلا. فبالنسبة للمنتجات اللي هو اليوم الأخ حافظ ميانو ديرما، الشركة كانت هي اللي خرجت منهم مشروبات. فأول منتج كان اللي خرجوا الأكسجين كان كيستعمل كل شيء وكان كيتكاف، ولكن كاع علاش انا غادي نقول الناس كنعطيهم تداوي السموم اللي حنا ذكرناها من قبل وكيداوي الصحه ديالهم من جهه وكيخسروها من جهه اخرى ملي كيديروا الشامبان، كيخسروها من جهه اخرى ملي كيديروا شي حاجه للوجه. علاش هاد الفطر ديال كارونتير ما نخرجوا منه مشروبات، نخرجوا منه مأكولات كيف ما كتشوفوا عندنا لي كافي اتاي مشروبات بكل انواع ديالها، مكملات غذائيه سبيرولين بكل انواع ديالها، العناية الشخصية، مواد التجميل، وبالنسبة عندها بزاف ديال الحوايج آخرين دائما صدمتني. عندها حتى العقار، الشركة مؤخرا دخلت حتى العقار. بالنسبة للشهادات اللي حنا اللي كيهمنا هو الصحة، اللي كيهمنا حنا كاملين هو الصحة. فبالنسبة للشهادات الحمد لله أول شهادة اللي حنا كنعتزوا بها في الدين الإسلامي ديالنا هي شهادة حلال. كذلك عندنا شهادات ديال ايزو ديال 2019، ايزو ديال 9001، ايزو ديال 14001، عندها كذلك ناتشيغيل، عندها شهادة ديال وزارة الصحة الماليزية، جهاز ديال كواليتي مصادقة عليهم وزارة الصحة المغربية، كذلك الكلاسمون ديالها 15 عالميا في البيع المباشر. كاينين آلاف ديال الشركات في العالم كامل، ولكن هذه المنظمه ديال الدايركت سيلينغ اسوسيشن كتعطي غير ال 100 الاولين كتعطيهم واحد الجائزه ديال الكلاسمون ديالهم. فبالنسبه للشركه ديالنا هذوك ال 100 الاولين جات المرتبه 15. فالمراتب الاولى عرفتي شنو كيديروا شنو كيستثمروا؟ كيستثمروا غير في الطيارات وفي الاراضي وفي العقم. فالشركه عندها مكملات غذائيه، حتى الصحه مهمه، فهذا هو الانتشار ديال الشركه. غادي ندوزو دابا النظام ديال المكافأة ديال شركة ديكسين، ديال كل مستهلكا حكيما وشاركنا النجاح. تؤمن ديكسين بنظام المشاريع الحرة وتهدف إلى تحسين صحة الناس في جميع أنحاء العالم، وفي الوقت الذي تسعى فيه إلى تحقيق هدف ونجمته في توفير الصحة الجيدة للناس، تتطلع ديكسين إلى جني دخل مادي مشروع مباح لكل المشاركين والمشتركين معنا. يحصلوا على ديكسين في نهاية المطاف على صحة جيدة واستقلال مادي، ومع مرور الأيام يتزايد شعور أعضاء ديكسين بالرضا عن إنجازاته الشخصية. فبالنسبة لديكسين عندها واحد القوة، شناهي؟ وهي هو واحد البداية، مشروع بداية بسيطة، بداية اللي يمكن يبدأ بها فقير ويمكن يبدأ بها غني، حيت كاينين شي شركات اللي ممكن واحد عنده واحد الطموح وواحد الأهداف وما يقدرش يبدأ، ما علم ما عجبهش. فالشركة ديالنا العكس، تبدا بداية بسيطة، عندك غادي تبدا، ما عندكش غادي تبدا. فبالنسبة للمنتجات الحمد لله المنتجات استهلاكية، وهذه قوة أخرى. علاش المنتجات استهلاكية؟ نعطيو مثال هنايا. واش كتعرفوا شي شركة واصلة كتبيع الطوابل ولا الكراسة؟ فلو ماركوتين ميت صوير قليل، ما غاديش تلقاها إلا بانت واحد المدة ما غاديش تكمل، لأنها نعطيو غير مثال. أنا إذا خديت طابلة إمتى نعاود نشريها من عندنا في الشركة؟ واحد 10 سنين كاين شي طوابل أنايا زدت بقيتهم كاينين مازالين دابا، يعني دار معايا لاباس لكم. فالشركة عندها منتجات استهلاكية
لان اصلا حنا الاولين كنهتموا بالصحه ديالنا باش ما نسهلكوش. ما كاينش اللي ما كيشربش القهوه في العالم. القهوه هو ثاني مشروب كلاسي من ورا الماء. ما كاينش اللي ما كيشربش اتاي. ما كاينش اللي ما كيتغداش. فعلاش ما ناخذوش مكملات غذائيه اللي غيعوضوا لينا هذاك الشيء اللي محتاجه الدار. فداك الشيء علاش الشركه عندها منتجات استهلاكيه، داك الشيء علاش الشركه واصله، داك الشيء علاش الناس اللي كتاخذ المنتوجات كتعاود تتقلب عليهم، تتعاود تشريهم، داك الشيء اللي خلى الشركه ناجحه. الانتشار ديالها العالمي الحمد لله في 25 سنه انتشرت في اكثر من 180 دوله. مع العلم كتلقى شركات عندهم 80 سنه ومازال ما فاتتش حتى 20 دوله. فمشروع عائلي، فهذه حاجه باينه. فالشركه باش كنبدا ممكن كنبدا انا والعائله ديالي الصغيره ولا الكبيره، وكنستافد من المنتجات ديالها والصحه ديالها والصحه ديال الابناء ديالها بدون مخاطره. فهذا هو المشروع اللي ممكن تبدا وما خايفش. تتبدا بواحد تاخذ منتوجات، اي منتوج خديتيه الا ولصحتك، فهنا ما كايناش مخاطره. الخطه التسويقيه اللي دايره الشركه ساهله بزاف، خطه ماليه اي واحد يقدر يخدم عليها، سواء قاري سواء ما قاريش، سواء ربات بيت، سواء عنده الدكتوره، سواء ما عمرو شاف السيلو كيفاش كيتكتب، يقدر يخدم في هذا المشروع غير كيف ما كنقولوا بالدروس ديال لي بارا ديالو. بالنسبه للعمليه الانتاج متكامله، علاش كنقولوا متكامله؟ الشركه الحمد لله كيف ما كتشوفوا الزراعه والصناعه بدات من الزراعه ومن الصناعه، وحتى الناس اللي كيبيعوا لها المنتوج تيكونوا ضمن دي الاسلام. لا انا ولا الاخ حفيظ ولا الاخ عصام، حنا تابعين لهذا الانتاج المتكامل. حنا ديال الشركه فعندها كتسلى قلب التنين الاوحد. التنين الاوحد يعني كبير من الزراعه ومن غير الصناعه، لومباراج ديال الشركه، لومباراج حتى هو طبي وديال الشركه. الحمد لله المشروع والقوه ديال الشركه بانه شرعي وحلال. كيف ما كتشوف بعض الشركات ما يقدروش يدخلوا للدول العربيه، لا السعوديه ولا الامارات. الحمد لله الشركه ديالنا عندها 10 سنين في الدول العربيه، سابقانا بزاف. فبالنسبه للقوه ديال النظام ديال العمل مع دي اكسين، كيفاش تكون شنو اللي خلى دي اكسين واصله؟ هو عندها صناعه الصحه. كتخلق، حنا كنخلقوا مواضيع الصحه، وكذلك كننتشروا افكار وكنبحثوا اكثر على الصحه. فهذا هو القوه ديال السيستم. فبالنسبه للدخل الاضافي، اغلبيه الناس كيكون عندهم خبير بهم وكيزيد الشركه كدخل اضافي، الارباح ديالها كدخل اضافي للخدمه ديالي. العلاقات الاجتماعيه، انا شخصيا استفدت بزاف من العلاقات الاجتماعيه. فاذا شفتي غير الوجوه الطيبه فالحمد لله واش نقص. فبالنسبه للتطوير ديالي، الشركه اول مره تعطيني الميكرو ما كنتش كنعرف نقول. فالحمد لله بالمحاضرات وبالدروس خلاتني نطور ذاتي نهار مورا نهار. الشركة أنا دائما كنعطي لكم مثال براسي باش تعرفوا. عطاء وتنمية، ما كاينش شي شخص داخل ديكسين ما عندوش فن العطاء. الحمد لله كلشي كاين، أي واحد مشيتي عنده داخل الشركة كتقول لي غير فيدني مناش كيكون هذا المنتج، كيفاش الخطة التسويقية، كيفاش خدام، غيعطيك المعلومة. واش هادشي غادي تلقاو في الخدمة العادية؟ واش غادي تمشي عند واحد حداك في البوست وتقول لي وريني كيفاش كنبيع؟ وريني كيفاش بعتي هذه، وريني كيفاش كدوي مع الكليان، عمرك غادي تلقاه. السفر وترحال، وهذه من الحاجات المزيانة في الشركة، اللي من بعد التراب كيجي السفر والترحال والسعادة. فالشركة الحمد لله كاين بزاف من الناس اللي فايتين أكثر من 50 دولة غير مع الشركة. بالنسبة للمكافآت، أول ربح اللي دايرها الشركة هو ربح البيع. فكيف ما تشوف هاد 200 منتج اللي عند الشركة، عطيك واحد 30% حتى 40% مكافأة في البيع. أي منتج فتت به الأخ ديالي ولا فتت به شخص مريض ولا شخص هو صحيح، لا فتت به حتى راسي، فأنا براسي كنستافد من ديك 30% حتى 40%. وهذا هو الربح الأول. وكاين الناس اللي كيقدروا يدخلوا معاك المشروع كيقول أنا نستافد غير نستهلك ونبيع، ما بغيتش ندير شي حاجة أخرى. فهذا كاين ربح خاص به اللي هو الربح الأول. كاين المكافآت، كاين مكافآت المشتريات الشخصية. فأنا كنشري، عطيني الشركة ما تستافد ليا حتى 37%. فأنا ملي كنشري راسي ولا كنشري باش كنبيع، الشركة كتكافئني واحد النسبة من 37% حتى 37%، وحنا غادي نشوفو منها.
كذلك كاين مكافآت العمل المجموعة. بطبيعة الحال كاين الناس باغي يزيد في المشروع ديالو، بغا يزيد يطور المقاولة ديالو، كيبغي يدير معاه مجموعة، كيبغي يدير معاه عائلته، كيبغي يدير معاه أقارب أو لونتوراج اللي هو كيدور فيه. بطبيعة الحال الشركة كتكافئو مجموعة من 3% حتى ل 31% وغادي نشوفو واحد الثاني الربح. كاين مكافأة التطوير 15%، مكافأة مشاركة الأرباح الدولية 2%، مشاركة الأرباح الدولية يعني كتوصل كتولي أكسيونير مع الشركة وكتقسم معاه 2% من المبيعات الدولية ديالها. مكافأة القيادة 15%، حافز منتدى السفر السنوي الشركة كتدينا السفر كل سنة وكتعطيك 2% منه كيف تخلي منه. كذلك كاينين حوافز أخرى، حافز هاتف النقال اللي كيتخدم مرة واحدة ومن طوم عطرك ديالك غادي نشوفو كيفاش كيتخدم الهاتف النقال، حافز تذكرة السفر إلى ماليزيا بثمن ديالها 15 درهم حتى هي كتكون 6 درهم وحنا غادي نشوفو. غادي نبداو بالربح الأول، كيفاش كنربح هاد الربح الأول؟ ساهل بالنسبة للقائمة ديال الأسعار اللي كاينة من الشركة هنا في المغرب، كل بلد عندو قائمة أسعار ديالو والمنتجات اللي هي داخلة. فالربح الأول هو ربح التجزئة اللي هي ما بين 30% حتى 40%، أنا خديت واحد المنتوج كنبيعو لواحد الشخص محتاجو كنربح أنا 30%. فهنا عندنا قائمة أسعار اللي هو قانونية موجودة في المغرب، بطبيعة الحال يمكن يشاركوا معكم أعضاء. بالنسبة للربح الثاني اللي هي قلنا ربح ديال المشتريات ديالي الشخصية اللي كنربح عليها من 6% حتى 39%. فالشركة عطاتنا واحد الطابلو، عطاتنا واحد البيان باش كنشوفو أنا كيفاش نحصل على نوصل ديك 37% غير من المشتريات ديالي الشخصية. فأولا باش كنبدا مع الشركة كنبدا موزع 100 نقطة ديالي، كنقول بسم الله كناخد 100 نقطة ديال المنتجات ديالي من الشركة، كتعطيني الشركة 6%. فهنا كنبدا نطور راسي، قد ما أنايا كنجمع النقاط قد ما النسبة كتزاد. فكنت كاين 90%، 300 نقطة تراكمية، 1000 نقطة تراكمية، 2000 نقطة تراكمية، هاد النقاط تراكمية، ما عندهمش وقت محدد، ما عندهمش مثلا نوصل لواحد العام كيمشيو ليا تراكمية، ممكن عام ممكن عامين ما تقدرش تخدم، غتكمل من فين وصلتي. المهم عندنا هو النسب، خاصنا نوصلوها 37% باش يكون على الأقل واحد الربح على دوك المشتريات ديالي يكون طالع بزاف. فأعرف وخمس من النقطة كيف ما تشوفوا كنوصل أول رجل اللي هي وكيل نجم ستار ايجنت. فمن بعد ما كنكمل أنا 4500 نقطة ما كيبقاش الهم ديالي النقاط، كيبقى الهم ديالي هو نساعد الناس حتى هما يوصلوا لهذاك المرتبة الأولى. فباش أنا نوصل خصني نساعد واحد آخرين يوصل. الشركة بزاف الناس اللي واصلين فيها باش مساعدة الناس، عندهم واحد عقلية اللي يساعدوا الناس. كيفاش كنساعد الناس؟ هو انا اللي عاونت وكيل نجم حتى هو ولا بحالي كتزادني 2% عاوتاني، عاونت جوج كتزادني 2%، عاونت ثلاثة كتزادني 2% وكنولي انايا مرتبة أخرى اللي هي نجم ياقوتي. فهمت هنايا نكملو، نزيدو شوية ولاحقنا هنايا، نزيدو شوية الأرباح. بالنسبة نعاون عاوتاني كيف ما عاونتي غادي مثال ديال هاد المكافاه هادي، انت انا كنستحق هاد المكافاه ملي كندير 100 نقطه ديالي الشهريه، كيفاش غادي نضاعفها؟ هو ملي انايا كشخص نبغي ما بغيتش ندير 100 نقطه بغيت ندير 300 نقطه شخصيه، كاين شخص اخر لا كيخدم احسن مني غيدير 1000 نقطه شخصيه، كاين واحد اخر يقدر يدير 3000 نقطه شخصيه. فهنا في المغرب كاين واحد الاس بي شتوها او ماروك كيساوي 500، 100 نقطه كتساوي 500. هاد الاس بي هي القيمه ديال المنتج، شحال غادي نتخلص انا هي الاس بي. فكل بلاد كتختلف، حنا في المغرب عندنا الاس بي طالع لحسن الحظ مزيان، دونك غيكونوا ارباح طالعه. هاد الاس بي
كي تقدر 100 نقطة 500 كيسلمك. فإن إلا كنت أنا في الجراد الأول غادي نرجعو باش نوضح لكم بزاف تسمحوا لي مازالين عاقلين الجراد الأول ياك شحال عندو ديال النسبة 25% الجراد الثاني 31% والجراد الثالث 37% حنا خدينا مثال غير ديال الجراد الأول والثاني والثالث باش تعرفوا فهنا النسبة ديال 25% إلا دار 100 نقطة شخصية كترجع ليه 125 درهم هذا غير 100 نقطة شخصية باعها ولا لاحها ولا استهلكها كترجع ليه من المشتريات ديالو الشخصية 125 درهم في الحساب ديالو إلا كان كيخدم مزيان دار 300 كترجع ليه 375 درهم كان كيخدم وصلها ل 3000 نقطة شخصية غير 3750 درهم هذه غادي ترجع ليه هذا في الدوائر الجراد الأول نقصوا الجراد الثاني وندوزوا الجراد الثالث اللي كنسميو حنا بدايه النجاح كاين واحد الشخص اللي كيفوت 5000 درهم لانه كيدير 3000 نقطه شخصيه فهذا واحد النسبه ديال الربح مدي بزاف الارباح حنا غادي ندوزوها مكافاه المجموعه فالمجموعه هي الا كنت انا غادي نكمل في البيزنس ديالي خصني ضروري مجموعه مجموعه ندير غير 6 غادي نوصل بهم 6 الناس نقدر نوصل بهم كيفاش غادي نوصل هو ملي ندير 100 نقطة ديالي شخصية دائما نحافظ على 100 نقطة ديالي شخصية كيفاش نضاعفها غادي ناخذ نفس المثال ديال الجراف الاول مع المجموعة ديال كيربح 95 درهم لكل شخص في المجموعة تاخذ حتى هو 100 نقطة اذا كان داك الشخص دار 300 نقطة غادي يربح 240 درهم داك الشخص كان كيخدم هو وياه مزيان ومعاه في الفريق ودار 3000 نقطة غادي يربح معاه 1500 درهم فهذا غير مع شخص ونفرض إذا كانوا عندك 6 أشخاص حتى هما كيخدموا مزيان ندوزو للجراد الثالث حنا غادي نقصو دائما الجراد الثاني وندوزو للجراد الثالث باش نكبرو لا بيزنس بالنسبة للجراد الثالث كاينين الناس اللي كيفوتو 3300 درهم غير مع شخص واحد فإذا ضربتها في 6 أشخاص تضاعف الأسبوع أكيد إن شاء الله غادي تكتبها في الدار صافي كاين واحد المكافأة اللي تعطاني من الشركة ابتداء من رتبة ديال وكيل النجم وخصني نكون مؤهل فتكافئني من 1% 5% 15% تعطاني من 5% حتى 1% هي المجموع 15% وهي اللي شفنا من المكافآت الأخرى كتسمى مكافأة الطوارئ ولا ربح الطوارئ كيفاش كنحصل على ربح الطوارئ هو خصني نطور من راسي نطور من راسي ونعاون الفريق ديالي ونطور الفريق ديالي فبطبيعة الحال هذه ربحية الصواب كتعطيني لي الشركة مكافأة مشاركة الأرباح الدولية اللي هي 2% فهنا كنكون أنا كنكون أكسيونير مع الشركة ففاش كنوصل لواحد الرتبة ديال نجم ماسي كنتسمى أنا أكسيونير مع الشركة هذه الساعة الشركة كتاخد 2% من الأرباح ديالها الدولية وكتفرقهم عند النجوم الماسيين ديال العالم كامل فكله شحال كتجي على حساب الامان انت كنستحقها بحال كي وصلت نجم ماسي مؤهل كيفاش كنضاعفها هو نعاون عاوتاني نعاون دائما غادي نركز على الكلمات نعاون الفريق ديالي حتى هما يوصلوا نجوم ماسيين كيفاش كنفقدها اذا ما كنتش انا نجم ماسي مؤهل مكافأة القيادة مكافأة القيادة بحالها بحال مكافأة الطوارئ قريبة ليها شوية فكما انا طورت راسي وربحت طورت حتى القياده القياده خصني نكون قائد ماشي القائد هو نكون انا قائد على الفريق القائد هو نعاون عاوتاني الفريق ديالي حتى هو يولي قائد كما عاون الفريق ديالي ولا قائد كما انا كتكون عندي مكافاه كبيره بزاف فهذا مثال ديال غير واحد انا عندي 6 معايا في الفريق حتى هو ولاو نجم نجوم ماسيين فنعطيو مثال ديال كل واحد فيهم هو والفريق ديالو حصل على 50 في النقطه 5% منهم كتجي 9150 درهم إلا بستة خدامي حتى هما كانوا مؤهلين شحال غادي تجي في السنة ديالو خطو أكثر من 50000 درهم غير في هذا الربح هذا وكاينين غالبا اللي كيحققوا هذا الربح هذا أكثر من 50000 درهم الحوافز فقلنا هنا الحافز ديال الهاتف النقال كيفاش أنا كنحصل عليه هو كنعاون الفريق ديالي يحصل على 6000 نقطة كل واحد صرف نقطة
ثلاثة في الناس يعاونوا السيرة في نقطة السيرة في نقطة السيرة في نقطة هما كيوليو نجوم على طبيعة الحال كنطلع كنولي نجم كنولي نجمية قوتي وبالتالي كدوز ليا واحد 2250 درهم نقدر نختار هي كدوز فلوس نقدر نختار أنايا هاتي في الحافز ديال السفر إلى ماليزيا 15000 درهم كيفاش الطريقة هو أنا نجم مياقوتي كنت نجم مياقوتي دونك اليوم خمسة حتى هما يوليو نجم مياقوتي حتى هما التليفون كيفما أنا ربحت التليفون نعاون خمسة الناس يربحو التليفون كنربح أنايا جائزة ديال السفر إلى ماليزيا ولا كتعطاني 15000 درهم في الكون على حساب اختيار ديالي هنا الحافز ديال منتدى السفر هذا الحافز هذا كيديرو من الشركة كل سنة ولكن اللي كيخدم عليه ماشي أي واحد يقدر يمشي مثلا نعطيو هاد الدولة هادي حتى 888000 نقطة في العام كامل فكاينين مثلا كتعطاك سيمانة واحد الأيام كل دولة وكتعطاك التحدي ديالها الشركة اللي كتنظم هادشي فكاينين بطبيعة الحال الناس اللي واصلين والخدمة ديالهم ووصلوا حقهم في ظرف وجيز يعني بداو عامين مع الشركة ووصلوا لهاد التحدي هذا فهاد التحدي هذا حلو ديال أي واحد ديكسين علاش؟ لأنه ماشي غادي تمشي تسافر وصافي وإنما كتلاقى مع ناس اللي هما ناجحين وفايتين قبل العوام في ديكسين ودي سبيكر كبار ومتحدثين كبار اللي كتجلس معاهم في الطابلة وناس ناجحين وكتجلس معاهم واحد الأسبوع كتاخد فيها لي فورماسيون كتاخد فيها سفريات وكيكون حضور ديكسيوجي مؤسس الشركة فهنا بعض الصور ديال الناس اللي استافدوا من هاد لي فواياج كل مرة في كل دولة ليشيك ديال 13 موا شكون اللي هنايا عمرو خدا شيك ديال 13 موا في الخدمة ديالو العادية حتى شي واحد ما غياخدها حتى شي واحد ما غي مستقبلا كانوا كيتعطاو شيك ديال 13 موا ولكن حتى التقارب كيتعطاو شي شيك لأنك درتي معنا 60 سنة في الخدمة دونك غادي نكافئوك بواحد الشيك المبلغ ديالو ها هو هنا لي شيك ديال 13 موا كيتخدو كل سنة كل عام على حساب كله الخدمة ديالو مستويات الخطة التسويقية هنا لي كراد كما كتشوفو معنا لي كراد فأول كراد كنبدا مع الشركة نكون عضو معاها موزع كنخدم على نجم اس ا يعني النجمة الأولى ستار ايجنت كنجمع فيها 4500 نقطة الكراد لي من وراه نجم ياقوتي فكيفما كتشوفو هاد السلم هذا ميمكنش نجيو ننقص لواحد كراد ميمكنش خاص ضروري بحال اللي تيدوز سلم النجاح خاص ضروري تدوز مرتبه بمرتبه عندك الوقت عندك الوقت ما تضيعوش نمشي بشويه بشويه ونركز على الاهداف ديالي ونشوف اللي من الريزه فكاين الناس اللي واصلين حتى هاد الكراد هذا كراون امباسادور اللي هو اول كراد عند الشركه اللي تقريبا كاين امثله اللي كيفوتوا 100 مليون في الشهر 100 مليون في الشهر واللي تقريبا عندهم 15 سنه فنقدر انا مثلا نعطي 15 علاش هذاك السيد باش فايتني هذوك الناس باش فايتني نقدر انا نعطي 10 سنين 15 سنه في هذه الشركه ونشوف فين وصل فهو عطاها الوقت وصبر على حنا خصنا نعطيو الوقت الحمد لله الشركه جديده في المغرب وهذه فرصه فرصه لجميع المغاربه في الالتحاق معاهم معنا في ديكسين فما تضيعوش الفرصه فكيفاش انا كنبدا سهلة كندير التسجيل ديالي يعني سواء بارنتالي سواء المحتضن ديالي أو اللي عرض عليا هاد الفكرة يقول لي كيفاش كنسجل فكندير التسجيل أولي بارنتالي من وراها ما كنساش هذه مهمة خاصية التوليد فهذا هو المشروع اللي ممكن لا قدر الله طرا شي حاجة تتخلي واحد من ولادك يكمل تخلي واحد من ولادك يكمل واش كاينة شي خدمة اللي تقدر تخلي واحد من ولادك يكمل بنفس الافكار ما يمكنش وكياخذ نفس الفرصه ما غاديش يبقى فهنا خاصني توليت عند الشركه كتفاعل في التسجيل الاولي تنظموا الماده 21 هو عيد نظام الشركه موضوع نقل اتفاقيه توزيع المستفيد بعد وفاه العضو حيث نصت الماده على انه في حاله وفاه المستفيد ان اتفاقيه التوزيع تنتقل تلقائيا الى المستفيد مرحبا بكم ان شاء الله شفنا تكونوا استفدتوا معايا في هاد لاباتي ديال كيفاش ندخلوا الفلوس مع الشركه والمنتجات اللي حنا شفنا غادي